اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد واهم ما يحدث الان في الدول العربية والعالمية، منها وقوع ازمة ما بين دولتين كبار بسبب حادثة خطيرة، وكمان اخبار تانية منها عزل الرئيس الامريكي. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل دلوقتي. ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. اول خبر معنا على موقع روسيا اليوم هو متصدر الاخبار في هذا الفيديو، اول تعليق من دولة الجزائر بعد مقتل مغربي وفرنسي بنيران خفر السواحل الجزائري. الدنيا مقلوبة اليومين دول على هذا الموضوع، وطلع كلام كتير جدا، فطلع بيان من وزارة الدفاع الجزائرية حول هذا الموضوع. وفي اول تعليق على مقتل سائحين بنيران خفر السواحل الجزائري اثر دخولهم المياه الجزائرية بالخطأ، اكدت الجزائر ان منطقة البحر الحدودية بتشهد نشاط مكثف لعصابات المخدرات والجريمة المنظمة، يعني كانوا بيحسبوهم ناس جاية بتهرب مخدرات او حاجة. ومن المعروف ان وسائل اعلام مغربية ذكرت يوم الخميس الماضي ان في 2 سياح بيحملوا الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما اطلق خفر السواحل الجزائري النار عليهم اثر دخولهم المياه الجزائرية عن طريق الخطأ. وجاء بيان للدفاع الجزائرية خلال دورية تأمين ومراقبة في المياه الإقليمية، اعترضت وحدة من الحرس السواحل التابعة للوجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية يوم 29/8 اللي فات ده في حدود الساعة 8 بالظبط 3 دراجات مائية أو جيتسكي قامت باختراق مياهنا الإقليمية. وأشارت الدفاع أنه بعد إطلاق تحذير صوتي وأمر بالتوقف عدة مرات قوبل بالرفض، بل وبقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة. وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية بتعرف بنشاط مكثف لعصابات تهريب المخدرات والجريمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية. وبعد عدة محاولات تم اللجوء لإطلاق النار على دراجة مائية ما أدى لتوقف سائقها في ملاذ الآخران بالفرار. يعني هم قالوا كانوا في 3 في دراجة نارية وقعت، الله أعلم كان فيها مين، واتنين عرفوا يهربوا أو عشان هم كانوا 3 دراجات مائية. وتابع البيان الدفاع الوطني الجزائرية أنه في تاني يوم بقى يوم 4/30/8 في حدود الساعة 5 المغرب أثناء تحرك دورية أخرى لحرس السواحل تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان. وأعتقد الجثة دي من ضمن الاتنين اللي هم اللي كانوا على هذه الدرجات المائية. واختتم البيان بدعوة وزارة الدفاع الوطني مختلف وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة واللي بتستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعب. وفي وقت سابق ذكر موقع له 360 أو 360 معذرة الإخباري المغربي أن كل من بلال قيسي وعبد العالي مشوار، دول اسمين الاثنين يعني، قتل يوم الثلاثاء جراء إطلاق الرصاص من طرف خفر السواحل الجزائري في المياه الإقليمية الجزائرية. ومن جهته قال محمد قيسي شقيق أحد الرجلين الضحيتين لموقع العمق المغربي تهنا في البحر حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية، وعرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود تابع لخفر السواحل الجزائري. ربنا يستر وما يحصلش أي مشكلة، ولكن الموضوع أعتقد مش هيعدي على خير، لكن أتمنى فعلا أنه يعدي على خير، لأن أصلا العلاقات بين المغرب والجزائر اليومين دول بتشهد توتر كبير جدا، وده يعني عكس ما نتمناه. الخبر اللي بعد كده برضو على موقع روسيا اليوم النهاردة، نتنياهو بيقول سياجنا مع مصر منع تسلل مليون افريقي كانوا هيدمروا اسرائيل. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح مهم النهاردة ليه ان تشييد السياج على الحدود مع مصر منع تسلل اكتر من مليون شخص من افريقيا، متعهدا ببناء سياج مماثل على الحدود الاردنية. وأكد نتنياهو في تدوينة تمكن تل أبيب من إيقاف مليون متسلل من أفريقيا، وصفهم بأنهم من الذين كانوا سيدمروا إسرائيل، مضيفا أننا في الوقت الراهن سنقوم ببناء سياج على حدودنا الشرقية ناحية الأردن
ونضمن عدم التسلل من هناك أيضا. وجاءت تصريحات نتنياهو بعد تظاهرات شهدتها تل أبيب يوم أمس السبت، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالب اللجوء الإريتريين في المدينة، أدت لإصابة 27 شرطي وإلى تضرر الممتلكات العامة والخاصة. وأفادت مراسلتنا بأن أعمال الشغب اندلعت خلال تظاهرة للاجئين الإريتريين في إسرائيل، وأدت لتكسير محل تجارية وإصابة 27 شرطيا إسرائيليا بجروح متفاوتة الخطورة. وأضافت أن التظاهرة جرت مقابل السفارة الإريترية في تل أبيب، وأن الشرطة أطلقت الرصاص الحي ما أدى لإصابة 11 متظاهر وثلاثة منهم إصابتهم خطيرة. من جهته اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بأنه هو السبب في هذه الفوضى، وأنه فشل في حل أزمة المهاجرين الأفارقة، وبيتهم المتظاهرين إسرائيل بدعم دكتاتور إريتريا بدليل إغلاق الشرطة مداخل شارع ياد حروتس اللي هم كانوا متظاهرين فيه من كافة الاتجاهات. فده برضو خبر من الأخبار المهمة. برضو من ضمن الحاجات اللي بدأ الأمريكان يتابعوها، وفي كلام كتير إن هم عايزين يعزلوا بايدن، والكلام ده خلاص بدأوا يمشوا فيه، خصوصا هذا الشهر هيتم الإجراء فيه بشكل كبير هذا الشهر. سيناتورة أمريكية بتؤكد قرب التصويت على بدء إجراءات عزل بايدن وتدهور قواه العقلية. في حد يقول لي طب ما كده الانتخابات جاية، فاللي هو يعني ما خلاص ملهاش لازمة الحركة دي. لا، هم عايزين يعزلوه علشان ما يقدرش أصلا ينتخب، يعني طالما اتعزل فما ينفعش أصلا إن ينزل انتخابات، فعشان كده هم عايزين يشيلوه. فالخبر زي ما انتم شايفين كده، اعلنت عضو الكونجرس الامريكي مارجري تايلور جرين عن تصويت مرتقب حول الشروع باجراءات لعزل الرئيس الامريكي جو بايدن، واكدت انه هيتم التصويت على فتح هذا التحقيق لعزله. وكتبت عضوة الكونجرس في حسابها عبر منصة اكس ان الوقت قد حان كي يقدم بايدن جميع الاتصالات التي اجراها باسمه او باسماء مستعارة، فضلا عن كافة البيانات المصرفية ومصادر الدخل وسجلات الزائرين وتفاصيل الاجتماعات من منزله في دلوير، لان هم بيتهموه باتهامات فساد، بالاضافة الى قائمة الادوية اللي بتخفي حقيقة تدهور صحته الذهنية. تقدر الاشارة الى ان رئيس مجلس النواب الامريكي كيفن ماكارثي ايد في حديث ليه يوم الجمعة اللي فات اجراء تصويت على بدء تحقيق لعزل بايدن. تقدر الإشارة أيضا إلى أن شبكة CNN كانت قد ذكرت في نهاية أغسطس أن ماكارثي وعدد من كبار ممثلي الحزب الجمهوري بدأوا في تشكيل استراتيجية لبدء تحقيقات تندرج في إطار إجراءات عزل بايدن. وفي وقت سابق أفاد ماكارثي بأن المعلومات اللي جمعها الجمهوريون هتسمح له بإثارة مسألة عزل بايدن، ووفقا له في أن عائلة الرئيس الأمريكي منخرطة في ثقافة الفساد. ومن جهتها أيضا قالت تايلور جرين اللي هي السيناتور الأمريكية أن التحقيق في إجراءات بايدن أو عزله هيبدأ في هذا الشهر في سبتمبر. وبرضو بالنسبة لدولة العراق، كلام عن موضوع حكم عاجل بوقف تسليمه، اتلغى قرار، احنا عارفين اتلغى قرار رئيس الوزراء، دلوقتي كمان في حكم عاجل بوقف تسليم المبنى، وانه يفضل فاضي ولا ده يقعد فيه ولا ده يقعد فيه عشان الدنيا تهدى شوية في كركوك. مبنى الحزب الكردستاني في كركوك يعيد العنف العرقي للمدينة. زي ما انتم شايفين كده على موقع مصر اليوم، جانب من الاحتجاجات التي نظمها الاكراد في مدينة كركوك العراقية امس السبت، ده منظر الناس وكانوا نازلين، كان حاجة صعبة، ناس ماتت للأسف وناس اتصابت. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق معذرة حكما عاجلا يلزم الحكومة بتأجيل إجراءات تسليم مبنى كان بيستخدم كمقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وذلك تجنبا لتصاعد أعمال العنف العرقي في المدينة اللي شهدت صراع دامي أدى لسقوط 4 قتلى وخمس مصابين حتى أمس السبت. وفي وقت سابق من اليوم انتشرت قوات عرفية في مدينة كركوك النفطية شمال العراق بهدف الحد من وقوع المزيد من أعمال العنف، أعتقد عراقية بس ده غلطة في الموقع، بعدما قتل 4 محتجين بالرصاص أمس السبت في اشتباكات عرقية اندلعت بين الأكراد وعرب تركمان على إثر الاحتجاج على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني المدينة. دول الأكراد عايزين يرجع، عرب تركمان مش عايزين يرجع.
رفعت السلطات العراقية بدءا من صباح اليوم حظر التجوال الليلي بعدما نشرت قوات إضافية في شوارع كركوك بتستهدف الحد من أعمال العنف وحماية المدنيين، وذلك حسبما نقلت رويترز عن الناطق باسم شرطة كركوك. وشهدت كركوك الأسبوع الماضي حظر تجوال ليلي منذ اندلعت صدمات بين أكراد من جهة وعرب تركمان من جهة تانية في المدينة المتعددة الإثنيات، فيما يعد نزاعا تاريخيا بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال، يعني من جميع النواحي. تركز الصراع ذو الأبعاد العرقية على هذا المبنى، كان بيستخدم زمان للحزب الديمقراطي الكردستاني لكن الجيش استخدمه العراقي قاعدة ليه من 2017، فحصل بقى مشاكل والكلام ده كله لغاية دلوقتي محدش عارف الموضوع هينتهي على ايه، غير انهم وقفوا كل حاجة لغاية ما يشوفوا حل هذا الموضوع. كمان في خبر مهم على موقع روسيا اليوم، مدينة المنورة بتشهد امطارا غزيرة وتساقط البرد فوق الاكحل. بالرغم ان درجات الحرارة عندهم عالية في هذا الوقت من السنة، لكن بينزل عليهم برد وامطار غزيرة. يعني شوفوا يا جماعة الجو غريب جدا. شهدت مناطق المدينة المنورة تساقطات غزيرة للأمطار مصحوبة بحبات البرد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو بتظهر غزارة الأمطار مع حبات البرد فوق الأكحل جنوب المدينة. وقبل أيام فقط كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية أن محافظات ومدن المملكة العربية السعودية بتسجل ارتفاعات في درجات الحرارة، وده بقى اللي يجنن، وتراوحت أعلاها ما بين 42 ل 45 درجة. إزاي درجة الحرارة مرتفعة بهذا الشكل ويبقى فيه مطر وبرد؟ فدي غريبة شوية. فإن شاء الله ما يكونش فيه أي مشاكل من هذه الأمطار، ولكن زي ما انتوا شايفين كده هما بيترقبوا أمطار أعلى من المعدل على معظم المناطق. وأما عن توقعات الطقس في فصل الخريف، كشف المركز الوطني للأرصاد إن التوقعات بتشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة من 50-60% على المناطق الشرقية. طبعا المناطق الشرقية بأسمائها زي ما انتوا شايفين قدامكم على الشاشة. كمان مش بس السعودية بتواجه هذه المشاكل، كمان أسبانيا يا جماعة عندهم عواصف قوية رهيبة جدا وأمطار غزيرة وفيضانات عارمة غمرت المنازل والسيارات. الخبر نزل على اليورو نيوز، زي ما انتوا شايفين ده منظر جراج بتاع بيت، المية وصل لغاية الشباك بتاع العربية، يعني الدنيا متبهدلة عنده. ضربت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة أسبانيا يوم الأحد مسببة فيضانات في وسط وشرق البلاد، ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الأسبانية العاصمة مدريد ومنطقة طليطلة ومدينة قادش تحت تصنيف حالة التأهب الأحمر، ودي أعلى حالة. بعد هطول الأمطار طوال الليل ما أدى إلى غرق الشوارع، وأرسلت خدمة الطوارئ في مدريد رسائل نصية للسكان بتحذرهم من وقوع أو مخاطر وقوع فيضانات وتنصحهم بعدم استخدام السيارات. كما قالت الهيئة أن ما يصل إلى 120 لتر من الأمطار لكل متر مربع ربما تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد. ومن بين المناطق الأكثر تضررا هي بلدة اسمها روميرال الواقعة في مقاطعة توليدو. قام السكان بسحب المياه من أقبية منازلهم بواسطة مضخات كهربائية، يعني عندهم البسمنت أو القابو أو أيا كان مليان مية، ما فيش إنك تقعد أو تنزل تحت. وفي شرق أسبانيا هطلت فيها الأمطار بمعدلات قياسية، وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ عدة أشخاص كانوا محاصرين داخل عربيتين، وتم تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد ضد أشبيلية اللي كانت مقررة يوم الأحد في استاد واندا متروبوليتانو في مدريد بسبب الفيضانات. وغير كمان أسبانيا، كمان تركيا متبهدلة، يعني تركيا متبهدلة أكتر وأكتر، نفوق عشرات الحيوانات وأضرار مادية جسيمة، برد بحجم البيض ينهمر على مدينة تركيا. وأدركوا دلوقتي المنظر اهو اللي انتوا شايفينه ده، مفروض حبات من التلج عاملة ازاي ولكنها زرت. الخبر زي ما انتوا شايفين معايا، تسببت حبات البرد بحجم البيض في مدينة اسمها التنيلا بولاية سيواس التركية بتحطيم نوافذ عشرات المركبات او العربيات وتدمير واجهات المحلات التجارية والمنازل. وتزامن البرد مساء امس السبت مع هطول امطار غزيرة في المنطقة ما تسبب بشلل او بشل حركة السكان. وقال عمدة هذه المدينة
ان الاضرار كبيرة جدا، وقال تضررت المنازل والعربيات ونفقت الحيوانات، وسنرى الحجم الحقيقي للاضرار في وضح النهار. واكد سكان المنطقة ان هم عمرهم ما واجهوا مثل هذه العاصفة الشديدة من قبل، وقام بعضهم بوضع حبات البرد جنبا الى جنب مع بيض الدجاج فتبين انها تماثلها حجما. وشهدت بعض محافظات تركيا اليوم الاحد هطول امطار غزيرة اغرقت الطرقات في العاصمة انقرة، وادت الى انهيار احد الطرق في مدينة اسمها سامسون. زي ما انتم شايفين دي بيضة اهو وجنبيه حبات البرد. بصوا يا جماعة منظر صعب فعلا. وادي منظر تاني للحيوانات اللي ماتت اللي موجودة في الشوارع بسبب البرد. وامس السبت اصدرت ادارة الكوارث والطوارئ التركية افاد تحذيرات باللونين الاصفر والبرتقالي في عدد من المحافظات والمدن، وشملت التحذيرات مدن كذا وكذا وكذا، مدن كتيرة جدا موجودة في تركيا. وشكل العربية هو متكسر فخراب ديار عندهم دلوقتي في تركيا. بكده نكون انتهينا من هذه الاخبار. شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد.